كلا كلا للتهجير، كلا كلا للجفاف، كلا كلا للاستيراد، كلا كلا للاستيراد، نعم نعم للمنتج الوطني، نعم نعم للمنتج الوطني، نعم نعم للحنطة العراقية، نعم نعم للحنطة العراقية، نعم نعم للمواطن العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث هذا اليوم فإننا نتحدث عن معاناة 1000 عائلة، وهاي 1000 عائلة كل عائلة ريفية مكونة من 10 أشخاص، يعني عندما نتكلم عن 40,000 مواطن. هذول 40,000 مواطن يسكنون هاي المنطقة الجغرافية، وخلنا نحكي عن المنطقة الجغرافية، هي المنطقة المحصورة بين محافظة ذي قار ومحافظة ميسان ومحافظة واسط، وهذه البقعة من أخصب بقاع العراق، لأنه مجرى دجلة القديم اللي هي واقعة يم آثار واسط، وتعرف أنه آثار واسط هي كانت على مجرى دجلة القديم، وهذه البقعة من أخصب بقاع الأرض، حيث غلة الدونم الواحد تصل إلى طن تقريبا، وعندما نتكلم عن 200,000 دونم، يعني نتكلم عن 200,000 طن حنطة تسرق من قوت المواطنين، من ينقطع الماء عنها ينقطع، يعني ما معناه أنه 200,000 طن حنطة ما راح تجي، الحكومة تعطي لكل مواطن 9 كيلوات، بالتالي كل مواطن بالسنة ياخذ 108 كيلو. من عندما نتكلم عن 200,000 طن نتكلم عن قوت 2,000,000 مواطن، وفقط محافظة واسط فيها 1,000,000 مواطن، يعني من هاي المنطقة اكو اكتفاء ذاتي من الحنطة من هاي المنطقة فقط، ونشوف اكو مؤامرة على هاي القضية، مؤامرة على الزراعة، لانه ايش عجب العمارة ما يسمحون مي العمارة يجي للكوت، ومي الكوت ذني 17 نهار يجدرون ياخذ المي من واسط ويودل للعمارة. فاذا كانت يعني العمارة جمهورية وواسط جمهورية، فأيضا حتى الجمهوريات الآن المتشاطئة على الأنهار هم أكو اتفاق يصير بيناته، يعني إحنا للمرة الثالثة حكومة العمارة يقطعون الماء عن ذن النهران، وهذا السادة اللي كروا النهران هذولي مفروض بخير دولة الناس تكرمهم وتخلي لهم تمثال، لأنه هاي 200,000 دونم اللي ما كانت مزروعة بجهودهم انزرعت. إحنا بال 2003 نهر السايبة ونهر السويب ونهر القرقة ونهر الديالة القديمة كلها كانت تجي بهاي المنطقة، لكن عندما انهار النظام بعد هاي النهران ما تطهر، فتصحرت هذه المنطقة من 2003 إلى 2014 تقريبا، بعدين هب الخيرين لحفر هذا المشروع، وهذا المشروع عاد الحياة إلى 200,000 دونم زراعي، قلت لك من أخصب بقاع الأرض. فالآن نشوف أكو محاربة، يعني أكو مؤامرة، سبب التظاهرة الماء انقطع من عندنا، يعني إحنا الناس دي يجيبون لنا ماي تمام بأتعابهم، تمام يأخذون حصة مائية، لكنه إذا الماي هذا ما شغلونا وما وصلونا الماء ما معناه يقولون تهجروا من هاي أراضيكم، وزمن التهجير راح وزمن التجفيف راح، فنعتقد أكو هنالك مؤامرة تستهدف المنطقة وبالتالي تستهدف العراق. لحد الآن مستحقاتنا إحنا العام مسوقين أكثر، قلت لك أكثر من 200,000 طن إلى صومعة الكوت، ويا ريت واحد موجود من التجارة موجود الآن ويأيد هذا الحكي. لحد الآن ما مستلمين فلوسنا العام، والسنة دي يحاربونا هالشكل، إحنا أصرفنا على الدونم الواحد تقريبا 100,000 دينار، والآن يقطعون الماء عنا ويحاربوننا على أرزاقنا، فهذا الشيء لا يمكن أن يحدث. السيد وزير الموارد المائية، السيد وكيل الموارد المائية يروح لكم شخص يشوف المنطقة من خلالهم، هو يمكن ما يندل غير بيتهم ويندل الدائرة، أما يندل هاي المنطقة اللي هي أخصب بقعة بالعراق، وش قد إنتاجيتها وش قد غلت. أنا أتحدى أي واحد سواء بأرض العمارة أو بأرض البصرة أن هنالك أراضي غلت الدونم الواحد طن، هاي أرض طيبة، هاي أرض مجرى الجيل القديم، أرض رسوبية، الإنتاج مالها إنتاج عالي، الغلة مالتها غلة ممتازة، الحنطة مالتها حنطة صافية. زين خل أسأل الوزير الموارد المائية، مياه البحر المالحة، عدة سد يفصل المياه العذبة عن المياه المالحة؟ أبدا. لما يريد يقطع الماء عنا وين يروح الماء الزايد؟ يروح للبحر، وبالتالي راح يختلط ويا الماء المالح وما راح نستفاد شيء. فأنا بهاي الوقفة الاحتجاجية، يا أما ميسان جمهورية ميسان والكوت جمهورية واسط، حتى نقول يا بهاي جمهورية وهاي جمهورية. أما إذا كانت هي محافظات عراقية فأكو 17 نهر يأخذن من الدجية اللي ذبن بالعمارة. إيش معنى أبو العمارة ما يسمح لنا أن يجي ماي من العمارة إنه؟ ليش؟ أنا باعتقادي راح يخلق مذبحة عشائرية، لأنه ذن النهران ال 17 عليهن عشيرة الفهد وعليهن عشيرة البزون وعليهن عشيرة البدراج، وكلهم عايشين على الله وعلى الدجيلي. والله هي اليوم هي المزارع اللي حكومتنا ما تعاني بالمزارع.
نهائيا. ناس احنا اهل مزارع واهل املاك واهل مشاريع، وقطعوا المشاريع علينا كلها دولتنا ومحافظنا قطعه، ورا يوميه جاي ودعم المشاريع مال الساده. السيد هو بالنسبه له فزع لنا فزعه، من كنا ماينا من الدجيلي ومن السويه انتهت القضيه، السيد فزع لنا على اساس يعطينا ماي والشغله بعد انتهت. اي واليوم داعمين مشاريعنا، واليوم الظاهرين احنا الدرع والفهد واخواننا الباقيين. اي في سبب الماي دولتنا قطعت. الاسباب اكو، لو اكو لو منافسه لو لازم اكو شيء، لان دولتنا ما الها شيء يم المزارعين، ولا ملتفتين على الفلح، ولا لهم شغله. لو لهم مثل ويحبون المزارع شاطوا التسويق مال العام، افزعونا بماي، افزعونا بفشي. هاي ماكو هذا الحكي. 200 الف دونم، 2000 ما تصرف لنا نهائيا. هسه الطلبه على المشروع، دعموا المشروع من امر المحافظ. المحافظ ودع الري، قال لهم بويا دعمون المشاريع ودعموا المشاريع. فهسه احنا لا زرع عندنا وبس الحريث باقي عندنا وبالضيف. ماكو عداله، عداله ماكو. لو اكو عداله ما سدوا مشاريعنا، واحنا اليوم مظاهرين وعندنا 16,000 مشروع على العماره. راح نسد المشاريع، راح نسد المشاريع وتصير عشائر، تصير عشائر. اي العماره ما يعطونا ماي، واحنا مطينهم اهل واسط ماي. لا المحافظ يحكي بحكايتنا ولا الري تحكي بحكايتنا، بس يركضون بشفراتهم ويدعمون المشاريع يعني. فنرجو من السيد المحافظ ومدير الري يفزع عنا فزحته ويعيش زرعنا. ولحد الان والله العلي العظيم كلها حريث، نريد الماي. اذا ما تحقق 16 مشروع على العماره، من واسط للعماره نقطع المشاريع وننهي الموضوع، مثل ما قطعوا ماينا نقطع ماي. هذا احنا العدل، يعني احنا نهبنا. تعال سيف، انت شو التصريح؟ ابو البغدادية وينه؟ يلا عين يلا حسن. تعال ابو البغدادية. يعني هذا هو حكي، هذا بسم الله الرحمن الرحيم. نناشد الجهات المختصة ذات العلاقة المسؤولة عن الموارد المائية، السيد وزير الموارد المائية المحترم، السيد وكيل الوزير، السيد المحافظ، الهيئة الزراعية. نناشد كل المسؤولين، نناشد كل الخيرين. نحن نعاني من شحة الماي، بل وقلة الماي، وتهجرنا بسبب قلة الماي. ونناشد الجهات المسؤولة أن ينظرون لنا بنظرة العطف ويكونون قد المسؤولية، لأنه عانينا من النظام السابق ولحد الآن باقينا نعاني، وما عندنا لا حول ولا قوة. دبينا طعامنا ودبينا مصاريفنا، لا مستلمين مستحقاتنا مال العام ولا مستلمين، وحاليا السنة دبينا كل اللي عندنا وما عندنا وننتظر رحمة الله. بعدين سدوا النهران اللي جاي تجينا منها الماي. والله احنا ساكتين، والله احنا لو كاظين الشوارع وقاطعين الطرق كان خافوا من عندنا وطونا مستحقاتنا، لكنه احنا ساكتين. الدولة معتمدة على الاستيراد وموتت الفلاح العراقي، لان اكيد لها بها مصالح ولها بها عتوات ولها بها نسب ولها بها كذا من هالقبيل. زين ليش الدوله ما تنصفكم وتكون عادله وياكم؟ ما تنصف لانه احنا ساكتين، لا نكض الطرق ولا ناس مسالمين، وناس كل ما في الامر عندنا نناشد الدوله بانه يعطونا ماي واحنا اصحاب عوائل. صار ايش قد مقطوع عليكم الماي؟ والله صار من زمان احنا نعاني من الجفاف بالنظام السابق، وحاليا هم نعاني من الجفاف. زين في حاله لم تتحقق المطالب مالتكم، والله لازم الدوله تسوي لنا حل، اما تهجرنا او تسفرنا لغير دوله على الاقل. احنا عندنا ايدي عامله وعندنا امكانيه، لكنه الدوله ما تدعمنا.
الزراعة تعد المورد الأساسي في العراق؟ نعم. إذا تم الاعتماد على الزراعة تعتبر المورد الأساسي في العراق؟ طبعا الزراعة هي النفط الدائم، أكيد الزراعة هي النفط الدائم، لكنه أي دعم ما عندنا من الدولة. ماكو هذا الشيء بالعراق؟ ما عندنا أي، لا موتونا موتونا، يعني ما خلوا عندنا، ما خلوا عندنا شيء. مستحقاتنا الآن ما مستلمينها، والسنة امتدينا ونعمر بالقاع ولحد الآن ماكو شو، بعدين يقطعوا الماء علينا. الدولة نرجو من السيد رئيس وزير الموارد المائية أن ينظر لنا بنظرة العطف، وأن على الأقل على الأقل يعيشنا السنة، لأنه هذا بين طعامنا وننتظر رحمة الله. كلا كلا للجفاف، كلا كلا للجفاف، كلا كلا للمتآمرين، كلا كلا للمتآمرين. نعم نعم للفلاح العراقي، نعم نعم للفلاح العراقي. كلا كلا للتهجير، كلا كلا للجفاف، كلا كلا للجفاف، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. الأسباب يعني أسباب غير معروفة، منها مادية، منها شخصية، يعني أشكال الأسباب تقريبا، يعني شبه انتهى، انتهت المزارع عندنا، ما بقى وما خلوا عندنا شيء. شيء خلوا ما خلوا عندنا شيء. زين ليش ما تكون الدولة منصفة وياكم؟ والله الدولة احنا بالنسبة للمحافظ واسط، هايابه الرجل مشكور، هايابه احنا اللي جبناه واحنا اللي خليناه، احنا اللي قاتلنا عن العراق، احنا اللي حمينا العراق، هايابه بس ما ادري القصه شنو الفيلم، ما نعرف القصه شنو. والله اجراءات عديده استاذنا العزيز، اكو اجراءات عديده كلش هواي اجراءات، منها هايابه قطع الشوارع، هايابه ثانيا العصيان المدني، هايابه يعني اكو اجراءات هواي نتخذها، واحنا قادرين انا اقول لك قادرين على شل المحافظه وشل الدوله بالذات، لانه احنا الدوله احنا اللي وقفناها على رجليها. والله معتمد على الاستيراد الدوله العراقيه، احنا ما عندنا دوله، ماكو بلدنا، ماكو دوله، احنا اذا نريد نقول دوله هايابه يعني نشذب على روحنا. دوله معتمده على الاستيراد، ومعتمده على البوق، معتمده على بس الدوله، بس على الفقير صارت طبعا، بس على الفقير الدوله، بس على الفقير. هسه خلي اللي يروح، خلي يبوق له مليار، هاي ابو الصبح يطلع، وخلي واحد يبوق له قنينه مالت غاز، هاي ينحكم 15 سنه. والله هذا شد عزيز، زين انتم هسه في حال اذا قطعت الشارع اعتصاما راح تتعرضون لاعتقالات؟ منو اللي يعتقلنا؟ نقول الدوله، الدوله تعتقلنا؟ لا احنا قادرين ان نعتقل الدوله، مو الدوله تعتقلنا، بس احنا هذا الشيء ما هذا الاجراء ما نقدر، احنا ارفع من هذا واسمى من هذا، احنا حماة الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ناشد المسؤولين، هاي الناس الموجوده اللي تشوفونها قدام انظاركم، ناس شدوا من هالمشروع اللي يروي حلالها وعيالها ومزارعها، قطعوا الماي من الحلال ومن العيال ومن الزراعه، واكثر من 150 الف دونم هسه يبست بسبب سد المشروع. شنو هالقاصدين يا جماعه؟ ما ندري شنو هذا نبنى. احنا ناس فلاليح، مزارعين، اصحاب عقود، اصحاب عوائل، اصحاب حلال، وقطعوا سدوا من يمنا هسه المشروع اللي يروي هاي الوادم، واكثرها هسه هجرت وكاتلها العطش وكاتلها الضيم من سبب
تنافس السياسيين وتنافس الأحزاب، قد يكون تنافس المستثمرين. ومنه الضحية؟ الضحية الفلاح البسيط اللي عايش هنا، لا منتمي للأحزاب ولا منتمي للجهة، ريال عايش بحليله وبزراعاته، وهسه قطعوا منه الماي. يا بشتردون من يم، نحن مو عراقيين، احنا ناس أصحاب تضحية، أصحاب تاريخ، ناس عايشين من أب وجد بهاي الديرة، وهسه قطعوا من يمنا المشروع، سدوه سدة بشعة لا الله يرضاها ولا بنادم، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش يردون من يمنا الجماعة؟ نناشد رئيس الوزراء، نناشد المسؤولين، منه اللي يسمع صوتنا؟ المحافظ واسط. شنو ليش سادين الماي من يمنا؟ مختلفين بيناتهم، احنا ضحية خلافهم. إنا لله. عمي هاي ناس هل كان أكثر من 700 قرية هسه الماي مسدود منها، أكثر من 150 ألف دونم هسه كتلها العطش ويبست، ناس مديونة. أين أموال محصولكم؟ محصولنا مال العام لحد الآن، مستحقات الفلاحين. انتنوا على البرلمان صلوات، قروا الميزانية، راح تجيكم الفلوس، ولحد الآن ولا فلس واحد، لا مسادين المستحقات مال العام، الديون بذمتنا، والسنة كل هاي اللي زارعينها 150 ألف دونم كله بالدين، الله وكيلك ومحمد كفيلك. إنه فوق هذا إنه بيسدون من يمن الماي. هسا إحنا ناشدهم، خلي يعرفونا بنفسنا، إحنا ناس إرهابيين مجرمين، شنو الذنب اللي عندنا؟ السد مشروعنا، سد الماي، لا إله إلا الله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، سد لك مشروع من عوائل بشرية، نساء وجهال وشيوخ وناس بسطاء عايشة على الله وعلى الحلالها وعلى الزراعة. عندنا زراعة ناس إحنا نقضي أكثر من 150 إلى 200 ألف طن سنوياً المحافظة واسط، وهسه سادينها والله على أساس الجماعة واضحت لهم لائحة على أساس بزمن النظام الماء يكفي أو ما يكفي، سادين المشاريع الجايتنا من الشط من قبل محافظة ميسان، يقولون هذا يابا ما يصير يكف. عمي دشوفونا البديل، دعشوا هاي الناس أهل التضحية، فساد فساد صدقني، معاملات بيناتهم، تنافس بين الأحزاب وبين المستثمرين، وضحيتها الفلاح البسيط. أنت تقطع مني الماء، محضر لي بديل، مبلغني قايل لي ارحل، الشيني الغير بكان، أكو ذنب عندنا. ونقول يا جماعة تقطع من يمنا الماي، هل هو مقطوع من فوق؟ لو بنادم يقطعه تجيب شفلات وتسد الماي من الوادم هاي العايشة الناس الفقراء البسطاء، شنو ذنبها؟ ما نعرف. هسه احنا لو نعرف ذنبنا شنو هي، نشتكي عند الله، عند بنادم، عند المسؤول، العدة ضمير، حتى العدة ضمير هم ماكو. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. هذا كان من متظاهر حول قطع المياه من سبب المسؤولين اللي اختصاصهم بالموارد المائية وبالري، وأي دعم ماكو من زراعتنا حاليا، وإحنا ناس نتحمل معاناة منذ أكثر من 30 سنة تقريبا. هاي المنطقة 9 قرى ومناطق ومساحات زراعية وافرة وتنمو اقتصاد كثير للمحافظات، محافظة واسط ومحافظة ميسان، لكنه يردون عليها بقطع الماي وأذية الناس ومحاربة، حقيقة محاربة. يعني احنا من ذاك النظام محاربين، تهجرنا وسدوا مشاريعنا وفلشوا بيوتنا بذاك الوقت، واعتبرنا من زال ذاك النظام عبالنا هاي الدولة يعني تعطينا دعم. هسه احنا شنو دعمنا؟ هو دعمنا الماي بس، مجرد يعني ماي سمح بالمشاريع هاي التينة مال ماي او توفير من الدجيلي او من غير جهة مثلا مشاريع تروى هاي الاراضي حتى الناس تتغذى بيها وتعيش بيها. اموالنا لحد الان ما مستلمينها، لحد الان ما مستلمينها، اي دعم من الزراعه ما مستلمين، المستحقات الفلاحيه مال العام لحد الان، والفلاح الله وكيلك حاليا تلقاه مطلوب ديون الكراب والسماد والبذار كلها بالدين، لكنه ماكو بديل يستغنى عن هذا الوسيله مالته.
هو كل ما بالامر عايشين بالفلاحه والثروه الحيوانيه والحلال. هسه هم محاربتهم للزراعه للثروه الحيوانيه وشنه الاستغناء عنها مثلا وشنه البديل لهاي الناس مثلا. هسه انت هاي الناس مثلا تهجرها تعطيها بديل، شنه البديل اللي تعطي لها؟ ما نعرف. هل هي محاربه مثلا؟ هل هي مثلا يعني عندهم قايه بها غير غايه؟ يعني مثلا توجيهات خارجيه مثلا؟ ما نعرف الاسباب شنو. ولا اي واحد مثلا يسالك او يناشدك او يقول لك بويا هذا السبب مثلا، هذا الخلاف العدكم، هذا مثل ما تقول يعني التجاوز العدكم، ما نعرف. يعني هي قرى وساكنه يعني منذ سنوات قديمه، يعني مو توها مو اليوم. وناس هاي قطه التضحيه بذاك الوقت وقطه التضحيه حاليا هسه، وبالحرب على داعش كلها ولدها بالحشيد. ولكنه للاسف اي التفاته من الدوله ما كل هاي المناطق. ماذا تتعمد الحكومة دائما على محاربة المزارعين والزراعة فيها؟ للاستفادة من المنافذ الخارجية طبعا، للاستيراد الخارجي. الحكومة اليوم احنا قاعد نشوف بالإعلام وقاعد نشوف للاستفادة الإيرادات الخارجية من المنافذ الخارجية، تستفاد من الاستيراد أكثر شيء. ما يردون يعطون دعم للمزارع العراقي. هل قمتوا بإيصال صوتكم إلى الحكومة؟ ماذا كان ردهم؟ والله ما أي واحد ما يناشدنا، إحنا نقوم وما يناشدوننا ولا يطلعون ولا كأنهم يشوفون، لا إذن تسمع ولا عين ترى. ما تنصف الدولة اليوم، إحنا ما نعرف يعني عدمنا كل الثقة للأسف وكل الرياء اللي عندنا. إحنا كنا نتأمل من هاي الدولة دولة شيعية، مسؤولين شيعيين، يعني الالتفاتة للناس هاي، الالتفاتة للمناطق اللي عاوتهم بذاك الوقت واللي هم مسؤولين اليوم وكضوا الكراسي واللي وصلوا بصواتنا، الالتفاتة من عندهم يعني للمنطقة للناس للعرب أي التفاتة ماكو، أي وجهة نظر عندهم لهاي المنطقة ماكو، أي ترفيه لهاي المناطق ماكو. بدل ما مثلا يقيمون يعني بشغلات تستفاد منها المناطق، تستفاد منها الناس، يبنون مدارس مثلا، يوصلون خطوط كهرباء مثلا للمناطق الريفية. انت تشوف هسه قاعد دول العالم قاعد يوسعون وقاعد يرفهون شعبهم ويرفهون بلدهم، احنا لا، محاربة يريدها، يعني يريدها تصحر، يريدها جفاف، ما تعرف شو يريدها. في حال أن تتحقق مطالبكم شنو راح يسوون من المستحقات ومن مين؟ والله انت تصور هذا اللي تقطع عنا الرزق، تقطع عنا الارزاق مثلا، تقطع معاشه عنا، ايش تتصور يعني شو يسوي مثلا؟ انت اذا عيالك ضحيه، حلالك ضحيه، ايش راح يسوي؟ اكيد راح يلجا اللي للامور اللي يعني اللي ما تراد مثلا، للامور الزالفه، يعني كل شيء يسوي. اي وان شاء الله نقول ما توصل هيجين، ان شاء الله نقول اكو ناس بعد نزيها، اكو ناس عندها مخافه الله، واحنا يعني لابد منها، يعني مو يعني لابد من هاي الدوله، لابد اكو يعني ذو الاختصاص مثلا يباوعون ينظرون. هي مو مساله قرار، يعني مثل قرار صدام حسين، نفذ ثم ناقش، نفذ يعني راي بدا من الحزب اليوم تنسد المشاريع، انتهى بعد الامر. انتم غير تنظرون، غير تباوعون مثلا، غير تطلعون. حاليا الزراعه والفلاح مهمش في العراق؟ والله نشوف احنا مهمش، احنا قاعد نشوفها مهمش. من نسولف على 200,000 حكومه احنا نريد ماي، لا ما عندنا ماي، هالماي واحنا ماينا انقطع وزراعة تضررنا 2020، ما حد لحد الان ما حد اعطانا هسه ماي. احنا قبل بالنظام السابق فلوس ماكو، هسه احنا جاي نجيب نبيع بسياراتنا، نبيع بحلالنا ونذب على الزرع، وهسه قام يحاربونا بالماي، مقطع الماي.
احنا كنا بالنظام السابق هاي المنطقه مقطوع مايها، هسه ما عاد رحنا، هسه هم رجعت نفس الحاله تكررت بالنظام السابق بالتسعينات انقطع ماينا، هاي منا انقطعت، هسه هم نفس الحاله رجعت تكررت هذا الشيء. هسه ما ها انقطع ماي الدوله قطعت ماي، هسه احنا جاي ناخذ ماي نستثمر ماي من الماي المالح، اتجهنا على الماي المالح، هذا ماي بزول قمنا نسقي بيها، هسه قام قطعوا ماينا. هاي شوف المشاريع قدامك قطعوها، ما خلينا واحد ما وصلنا له، يقول امر من الوزاره، امر من الوزاره. هسه احنا ما ادري وين نتجه، ما عرفنا. وهاي يشوفون هاي الناس ما عندها وين تروح وين تمشي، بيع ناس العده كلمة ذاب ل 20 مليون 10 ملايين ذابن على هذن الزرعات ومتانين، هسه بعد لحد الان بهن ما ساق ناس لحد الان ما ساق. زين ايش راح يصير بكم اذا ما وصلنا؟ الا ماكو ماي؟ يعني الناس هاي تذابح، يعني الناس كلها ساحبه كلها بالفايض، ساحبه بالفايض، يعني يطي كيمياوي، يطي بذور، يكرب له بالكرابات كله بده ينعود على الموسم، من يصير زرعات يحصد في سد ينتجه يسد ابو الكيمياوي، ينتجه يسد ابو الحنطه، ابو البذور، ابو يعني حتى الغاز، يعني حتى الناس وصلت للغاز تيبه بالدين، حتى الغاز قامت تيبه بالدين الناس. هاي ارتفاق، يعني الناس تريد. هسه انت ذاك اليوم يصرح وزير الزراعه يصرح يقول انا اسحب الطحين اجيبنا من الخارج ب 250 250، يعني يريد يسوي الحنطه ب 250. انت هسه تنتج على البذور، السنه البذور يسلمون الفلاح، اول ما سووا لهم سووا قالوا الحنطه لازم من الدوله تنسحب ب 500,000، خلوا السوق وصل في سبيل بمليون طن، يعني وصل بمليون. لو ما خلوا الناس اشترت، هي كلها حرب اعلام كلها شراكات هاي من الدوله، يعني حرب اعلام ويا التجار ويا كلها، ما تعرف. ما تحققت مطالبك شنو الاجراء؟ احنا؟ طيب شنو تتخذون اذا ما تحقق المطلب؟ انا ما كنت نقطع الشارع هذا، الله شاهد نقطعه ما نخلي لا سياره ونتجه للمحافظه ونتجه الى ان. هاي الناس وين تروح؟ وين تروح؟ يعني وين تروح؟ ما اشوفها كلها ناس ما عندها، وناس كل يعني ذاب، يعني سنتين صار له سنتين يبيع بسياراته وبحلاله وينتجه للدوله، يعني يساعد الدوله والدور الناس، الدوله هي جايه تحارب بي، الدوله تحارب بي. باسمي وباسم اخوان الفلاليح نطالب اليوم من خلال قناتكم الى المسؤولين اصحاب الشأن ان يحضرونا ويلبون ندانا. احنا ناس فلاليح من ناحيه الدجيلي شاخة 13، هناك ناس متعمده الى محاربتنا وقطع ارزاقنا وقطع الاعناق ولا قطع الارزاق. بالنسبه لنا احنا فلاليح خسرانين وزارعين، وعلى الله وعلى ذني المشاريع اللي هن جايات منا على الطريق الهور، واليوم ناس جتنا حاربتنا، وهذا الحرب هاي قديمه وليس اليوم، بزمن النظام البائد احنا مستهدفين ومستهدفين، واليوم نفسهم المستهدفين قبل اجوا قعدوا بالمحافظه وقاموا ينافقون علينا. حقيقه هاي احنا بدون اسماء ذكر اسماء، واحنا الناشد اصحاب الشين. زين شو السبب اللي يخليهم يقطعون الماء عليكم؟ هذا حقد. وبعدين هاي المشاريع ذن الثنين ذني عايش الهين ما يقارب من 5,000 عائلة، ومن غير الكاسب، من غير صاحب السيارة، صاحب الماكينة اللي يكرب، ها ايتك ذولا منافقين، يعني هو عندهم أهداف سياسية ومطامع مادية، فإحنا صرنا الضحية بالوسط، ما نعرف يعني إحنا المستهدفين
او ناس غيرنا مستهدفه. زين حضرتكم صار ايش قد مقطع عليها المياه؟ ما يقارب الشهرين، اليوم شهرين. عمي يا شهرين واحنا زارع وزرعنا مخضر. ماكو ما بالنسبه ان احنا اذا عزمن تنشدنا على هذا الموسم صار شهرين، بس اذا عن الزمن من سقوط النظام والحد الان احنا مي ماكو. احنا جايين نجيب المي بجهود ذاتيه وننخل خيرين الناس اللي هي قريبه علينا، ننخاهم ينطونا مي. زين هذا اللي يجي يحارب الانسان هذا المنتخيل ويعطيني مي، ليش ما يوفر لي هو؟ اذا انسان خليه يجي يوفر لي مي وانا اخليه بعيوني. زين حاولت توصلون صوتكم الى الحكومه؟ والله وصلنا صوتنا للحكومه من المحافظ الى الري، ري محافظة واسط، الى الناس المسؤولين كلهم، ماكو اي جواب. ماكو اذا ما تمت الموافقة. طبعا انت تشوف هاي الناس، هاي كلها عندها عوائل وكلها الله شاهد. هذا شوف شوف هاي كلها ناس، كل واحد اذا ما وراء 500 نفر، كل واحد مو تشوفه يعني احنا اعدادنا، ولكن بعد ناس ورانا. والله العظيم يعني نلتجئ الى امور سلبيه واحنا نتمنى ما نوصل لهالمرحله هاي. احنا جايين نزرع ونطل البلد. احنا زرع الموسم الفات ما مستلمين منه ولا الف. زين هذا اللي يعطيك يجيب زرع ونطيك، ليش تحاربه؟ ليش يدعم المنتج؟ وين الدعم المنتج الوطني؟ وين دعم الزراعه؟ ما ادري يعني هاي شعارات مهمل الى درجه، الى درجه الصفر. شنو السبب اللي يخلي الحكومه العراقيه تتعمد على دمار الزراعه؟ والله احنا الناشد المسؤولين يعني هل التعمد هذا هل مدفوعين من جهات اخرى من جهات احزاب؟ احنا ناس فلاليح، احنا نريد جاي نزرع نعيش عوائلنا وندعم الدوله.